إذن عدنا لكم مشاهدينا بتغطياتنا من هنا وهناك، لنا وقفة مع سوق عقاب برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. تنطلق مساء هذا اليوم فعاليات سوق عقاب في مدينة الطائف بمشاركة العديد من الأدباء والمثقفين أيضا والشعراء والحرفيين كذلك من داخل المملكة العربية السعودية بالإضافة لخارجها أيضا. للمزيد من تفاصيل حول هذه الفعالية وأبرز المشاركات فيها يسعدنا أن نأخذ هذا الاتصال وهذه المداخلة الهاتفية مع الدكتور جريدي المنصور وهو الأمين العام لسوق عقاب. هلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين، الله يبارك فيك. حياك الله معنا في برنامج حياتنا. يعني حدثنا دكتور عن أهم هذه المشاركات لهذا العام في سوق عقاب. الافتتاح الليلة إن شاء الله يفتتح صاحب سمو الملك الأمير خالد الفيصل نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، وبرنامج الحفل يشمل قصائد للشعراء الفائزين، شاعر عقاب هزبر العراقي وشاعر الشباب حسن الطواشي من السعودية، وفيه مسرحية الشاعر لبيد بن ربيع العامري. الحقيقة البرنامج حافل بكثير من القضايا والمسائل، من بينها ندوة عن ريادة الأعمال على اعتبار أن سوق عقاب ليس سوقا للشعر والفكر وإنما هو كذلك للاقتصاد، الريادة المعرفية والإبداعات الشباب، وفي ندوة عن السياسة والتاريخ حول موضوع دول الخليج والتحديات المعاصرة، يشارك فيها علي فخرو وزير بحريني ومحمد الرميحي المفكر والكاتب الكويتي المعروف والدكتور مشاري النهيم، وهي ندوة تتناول التحديات المعاصرة لدول الخليج في الوضع الراهن. وكذلك عندنا مجموعة من الندوات الأخرى، فيها ندوات شعرية وفيها تجارب الكتاب، حيث نستضيف مجموعة من الكتاب في الوطن العربي يقدمون تجاربهم الروائية والأدبية وتحديدا في الترجمة والمسرح والرواية. وعندنا عدد من الندوات النقدية مثل ندوة عن شاعر عربي قديم وندوة عن شاعر سعودي وهو محمد العيد الخطراوي شاعر من المدينة، ويشارك فيها 5 من النقاد، وفي الأولى أيضا 5 من النقاد من الوطن العربي. لدينا أمسيات شعرية يشارك فيها شعراء وشاعرات من تونس والمغرب والسودان وسوريا والعراق ودول الخليج. البرنامج الحقيقة حافل بالعديد من القضايا والأمور المؤرقة والقضايا والأمور الجاذبة، برنامج جادة سوق عقاب، برنامج يقدم المسرح المفتوح، نجد شعراء المعلقات يتمركزون في أكثر من موقع وينشدون أشعارهم القديمة، إلى جانب الفرسان والقوافل التي يسير معها الحداة وهم يهزجون بأشعار وأناشيد. هناك الحرف اليدوية متعددة، هناك المعارض ومنها معرض عقاب المستقبل، وهذا مهم يعني يقدم تجارب الجامعات والمدن المعنية بالتقنية في الابتكارات والاختراعات، على اعتبار أن عقاب ليس تاريخا وتراثا قديما وإنما هو أيضا منفتح على الحضارة الجديدة ومعطيات علوم المعرفة الحديثة. لدينا الفلكلور الشعبي يشارك معنا حوالي 13 محافظة. أنا أسف على الاسترسال طويلا دون لا تفضل ولا يهمك. 13 محافظة من محافظات منطقة مكة المكرمة يقدمون نماذج من رقصاتهم وهزيجهم وفلكلورهم الشعبي. جميل. سوق عقاب هذا العام يحفل بالعديد من بين الأشياء الجديدة، المساجرات الشعرية التي تقدمها الأندية الأدبية بواقع ساعة يوميا بعد المغرب. الحقيقة زوارنا وضيوفنا متنوعين، عندنا وفود من قطر وعندنا وفد أيضا من فرنسا. جميل. مجموعة من الفرنسيين يقدمون بعض تجارب أدبية لأفراد من الشعب الفرنسي، قدموا دراسات وأبحاث عن اللغة العربية وعن الأدب العربي. ممتاز، جميل العربي. جدا يعني رائع هذه المشاركات. جميل أنه هذا كل المستجدات الموجودة في سوق عقاب لهذا العام، وجميل أنه ليس فقط المهتمين بالأدب والثقافة والشعر أيضا بل بالحرف اليدوية أيضا بكل ما هو جديد، يعني هناك تنوع في عقاب لهذا العام. أكيد ندعو الجميع، لكن مدة الأيام كم للزوار؟
دريني الصوت ما اتضح لي، اسمحي لي. كم يوم مستمر؟ هو يستمر من اليوم الى يوم 6/11 ان شاء الله. ان شاء الله. اوقات الزياره؟ اوقات الزياره من الساعه 5 العصر الى الساعه 11 في الليل. جميل جدا. جميل، نشكرك دكتور جريدي المصوري، طبعا الأمين العام لسوق عقاض، على هذه المداخلة الهاتفية، ونتمنى وندعو الجميع لطبعا زيارة هذا أكيد الحدث العظيم اللي بيحصل في كل عام، يجمع بين الماضي والحاضر أيضا. شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا. شكرا لك وللمشاهدين. شكرا. شكرا لك. أكيد دكتور. أكيد مشاهدينا راجعين لكم مرة ثانية لكن بعد هذا الفاصل.